السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا من أخرجت الناس من الظلمات إلى النور، السلام عليك يا خير خلق الله، السلام عليك يا من اصطفاك ربك واختارك فكنت خير رسله وأنبيائه، السلام عليك يا إمام المتقين وخاتم الأنبياء والمرسلين. أشهد بأنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده. السلام عليك يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، السلام عليك يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار بلا مراء. جزاك الله عن أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الجزاء، رضي الله عنك يا أبا بكر وأرضاك. السلام عليك يا عمر بن الخطاب، السلام عليك يا فاروق هذه الأمة، السلام عليك أيها الملهم في رأيه وهو بنور الله يرى. جزاك الله عن أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الجزاء، رضي الله عنك يا عمر وأرضاك. أيها الإخوة المؤمنون، إخوة الإسلام في كل مكان، أحييكم من المدينة التي تنزل الوحي فيها بالتشريع والأمان والجهاد وبيان الحلال والحرام وخالص الدين وصفاء الإيمان. أحييكم من المدينة التي اختارها الله تعالى لنبيه المصطفى الكريم صلى الله عليه وآله وسلم سكنا ومهاجرا ومضجعا، وجعل أهلها له صلى الله عليه وسلم أنصارا وأعوانا.